بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وقاسماهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم بالله كاذبا إني لكما لمن الناصحين، راني ننصح بكم لا غير، ما عندي حتى أني أخذ. وقتلي في بحضورهما توعدهم بالشر، وربي وراه قال لي هذا طبيعته لا تأتي بخير بالنسبة لأبينا وأمنا عليهما السلام، وبالتالي لا يأتي الكلب هذايا بخير لمن سيخلف أبوينا الكريمين عليهما السلام. وقسماهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما طيحهم بالسيديكسيون تاعو، يعني طيحهم من المقام اللي اختارهم الرحمن، لو تنبؤوا أن كل شيء مسموح به في الجنة إلا أن تعاملوا وتعاطوا مع شجرة هي في الحقيقة شجرة الفتن والفتن الأكبر والشيطان الرجيم لعنه الله أبد الآبدين. وقاسماهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور يعني غر بهم، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أنا كان مستوران كل واحد منهم يرى كان من المحاسن، فإذا به ربي يحرمهم مكس الستر ذاك، وافتضحت سوداتهما وطفقا يخصفان عراه ولي حاجة لا تليق بهما، يعجلوا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة باش يغطيو سوأتي. وناداهما ربهما مشيا ويتو أدام ويتو، هذا يقولوها اليهود والنصارى أهل الخسارة، لا ناداهما ربهما خطبهم مباشر، ماهوش مدرقين، عندهم حياة من الرحمن، فوضعوا على العورة من ورق الجنة. ألم أنهكما، ذكرهم ربي، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترفوا مش كما تو، مش حد معترف، بل هو أنا شاب وهو ماشي في جناشة وكلاب القضاء والقدر. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الثلاثة تريو من سيبر لور ديستا، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، دم مش منها دوام أبدا دائم والله. قال فيهما، فيها أي الدنيا الأرض، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، من الأرض خلقت من التراب بعد تموت تدفن في التراب، أو الله أعلم بعض الناس لا يدفنون، أنا يا ربي قدر لهم أشياء أخرى. وبعد يقول قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، الناس تقول ناتيراليسم، اللي هذا مع الرعاء الصافي، الأنثى الجيب بتاعها مشقوق، عنقها توري أموال الحرام اللي خذت بيهم القلادة، وأنتي قلادة من النار، نسأل الله السلامة. والقلادة من النار على تاريخ معاها، شوفوا السنة والسيرة النبوية الشريفة، وتعرف شو معناها القلادة يتاخو بيها، وإزاي بيها باش تزيد فتنة على فتنة، فتنة الجنس ومفاتن الهنوذة، يعني أغلبهن ماشيين حجارة في جهنم، خاصة إنه كلين برتلين، عندهم نقرو ستوك ديال السيريو أديبوز باش النار تزيد تاكلهم وتزيدهم آلام، نسأل الله السلامة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يغطي وريشا أي لباس مزين، ولباس التقوى، لكن لباس التقوى ما حيكونش فيه. Vous n'êtes pas des pieux, vous êtes des gens, comment dire, inondés par l'impiété. نسأل الله السلام. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله، من علامات رحمة الله بكم وقدرته على تزيينكم لعلكم تذكرون. قل لا يذكرون لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يريكم هو وقبيله، يراكم
يراكم إنه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا المشكل هو اللي في الإنسان من رأس الشيطان، يجري بعروقه ويعمل فيه ما يحب، مانيبيلاتور بيرفير نارسيسيك. إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون، يعني معتنين بالذين لا يؤمنون. الشيطان إحنا مؤمنين ما يجبش يكون عنده علينا سلطان، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا، هذوما اللي أظلم الشيطان، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، وهذا قلنا في علة غير مقبولة. والله يعني يبر في أفعالهم الشنيعة. والله أمر الأنبياء وزيدوا إغضاب الرحمن بالكذب عن في شأن ما أمر به. والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وبعد يقول لربي ناخذ زينتنا وتعرضنا للأيادية، أخذ الزينة في كل مناسبة، خاصة من دخول بيوت الصلاة مساجد أنا أمر الله بها أن لا يذكر فيها إلا هو بأسمائه الحسنى والسلام.